بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي أول مرة يشوف فيديوهاتي، أنا منى ثروت، مصممة اكسسوارات، بشكل السلك النحاس، وبدأنا من فترة فيديوهات تعليمية لتشكيل السلك النحاس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. إن شاء الله النهاردة هقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة 2020. أتمنى لكم يا رب كل خير. ما كانش ينفع أن أنا معيدش عليكم في مناسبة زي دي بعقد جديد أو تصميم جديد. إن شاء الله هنشتغل تصميم مع بعض النهاردة. هنشتغل بقى، هقول لكم كل سنة وانتم طيبين بطريقة عملي. العقد اللولي طبعا واللون الأخضر من الألوان الحلوة جدا. هشتغل بالعقيق مقاس 10 ولولي مقاس 8. المفروض العقيق اللي عندي ديجراديه كده مع الالوان الاخضرات مع الزيتي زي ما انتم شايفين كده درجه اللون. يا رب تبقى ظاهره في الفيديو كويس. هي المفروض بتبقى اغمق سنه من الحقيقه. اللي عندي افتح المفروض، ومعايا كمان اخضر بلون غامق، وكمان يعني جمعت كده شويه الوان زي ما انتم شايفين كده. المفروض ده برضو مقاس 8 من العقيق، وهنا اول مقاس من العقيق بالالوان دي زي ما انتم شايفين كده. كمان المفروض معايا زرد بمقاس صغير، ستوبر، واير لاد، سلاسل، يعني انا لسه بجمع الفكره معاكم. قفل طبعا اشتغلنا القفل كتير مع بعض. عندي هو القفل ده كبير شويه، حبيت انهي بيه العقد، ممكن ابقى اغيره بعد كده. هقول بسم الله الرحمن الرحيم معاكم ونبتدي على طول عشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو. بصوا اللي عملته، ان انا حطيت لولي مع الاخضر الغامق، ركبته بعشرة، يعني حطيت 10 لولي وبينهم واحدة من الاخضر الغامق. عملت كام سنتي؟ عملت بالظبط 50 سنتي. تمام كده هبتدي اقفل. المفروض ان ده اول جزء او اول عقد. تمام، هعمل كده وهقفل. هناخد الستوبر، المفروض هاخد زردة من الزرد الصغير لان انا جايبه مقاسين زردة كبيرة عشان هقفل بيها العقد في الاخر، والزرد المقاس الاصغر هقفل بيه العقد كده. وبعدين هنا بقى هنقفل الجزء التاني. العقد زي ما انتم شايفين كده اهو هيبقى بالشكل ده. ده اول دور معايا في العقد، دايما بسيب جزء كده زي ما احنا متفقين. الجزء ده بيخش جوه، بيدخل كده جوه الحجر. بصوا عشان القفلة تبقى بالشكل ده، ما يبقاش طالع الجزء الصغير ده لانه ما بيبقاش مريح في اللبس خالص. هاجي بعد كده هقفل الناحية التانية وهبتدي اعمل الدور التاني من العقد. هقفل بقى الجزء التاني زي ما انتوا عارفين معايا، زي ما بنقفل دايما الشغل بتاعنا اهو. وهل المفروض ان العقد اللي في النص هعمله من العقيق الاخضر. تمام كده، فهقفل برضو نفس الفكرة، هوريكم انا عملت ايه واقول لكم انا عملت ايه عشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل. واقفل العقد التاني معاكم برضو ونشوفه شكله عامل ازاي. الفتحة بتاعت اللولي خلي بالكو صغيرة جدا. بصوا الفتحة بتاعت اللولي يعني قليل قوي، صعب قوي ما بتدخل فيها اتنين واير، صعب جدا. فهقفلها، هحاول ادخلها بشويش واقفلها وارجع لكم اوريكم انا عملت ايه. بصوا كده المفروض اخدت الاحجار اللي هي اللي في النص، ركبت 5 من الاخضر الغامق اللي هو المقاس الصغير، وبعدين ابتديت اركب. بصوا ادي الخمسة الاولانيين، انا عملت بالطريقة دي. هظبط، انا قفلت الجزء الاول
كده اهو، بعدين هسحب كده وهقفل الجزء التاني زي ما انتم شايفين كده، زي ما عملنا في العقد الاول. هيبقى حدودي فين؟ حدودي نفس الحدود بتاعت العقد الاول اهي، هيبقى الطول ده كده، ده المسافة اللي هيبقى الفرق بينهم اهو، ثواني، هيبقى كده زي ما قلنا. وهبتدي اقفل، يعني عملت خمسة، وبعدين خمسة من الغامق اللي هو الاصغر في المقاس، وبعدين خمسة من مقاس 10، وبعدين واحدة فرق بين كل خمسة من الاخضر اللي هو المتدرج في الالوان بتاعته، او الاخضر الزيتي المدرج بينهم وبين كل واحد، كل خمسة حطيت واحدة سادة زي ما انتم شايفين كده عشان تعمل لي الفرق ده. هيبقى المسافة بين العقد الاول والعقد التاني بالشكل ده، لاني هظبط المقاس بتاعي هنا. هقفل زي ما قفلنا الجزء اللي فات اهو، هاخد ستوبر، والمفروض هبتدي في الجزء العقد الثالث اللي هو اللولي كده، المفروض خلاص الثالث كمان هقفل، هاخد ستوبر بالشكل ده. وزردة، وهنهي الفرع الثالث من العقد، وبعدين هعمل بقى ايه، هجمع الاعقاد كلها مع بعض في زردة واحدة. تمام كده، المفروض ان انا العقد ده صغرت فيه شوية المسافات، عملت بين كل خمس لوليات عملت واحدة اخضر. العقد الاكبر كنت حاطه فيه 10 معايا، فهنا صغرت المسافات شوية في اللولي كده، شيل الزيادة وبعدين انا ركبت طبعا الجزء الاول من الفرع ده، هكمل برضو هركب الطرف من السلسلة، وبعدين بقسم منه النص وهظبط اطوالي. اللي انا عملته زي ما انتوا شفتوا كده، انا عملت الاول 80 سنتي بالسلسلة، تمام، وبعدين قست عليه، كان قدامي شبه البورد كده اللي هو العقد الاولاني، وبعدين قست عليه باقي الافرع بتاعتي على حسب المسافة اللي انا عايزاها. تمام، هفتح بس الجزء ده وبعدين هبتدي اظبط بقى العقد بتاعي، اركب القفل واجمع السلاسل كده. كده المفروض عملت الثلاث عقاد زي ما قلت لكم اهو، وبعدين اخدت 5 سنتي من السلاسل، يعني قفلته على كل عقد بزردة صغيرة، وكملت نهيت العقد بتاعي بسلسلة الاطوال كلها واحدة 5 سنتي هنا وهنا. تمام كده، وبعدين اخدت زردة كبيرة وكملت العقد بتاعي اهو، الكمالة اي على حسب بقى الطول اللي انتوا عايزينه. يعني انا كملت بعد الخمسة سنتي كمان 15 تقريبا او 14 سنتي على حسب الطول، هو هيبقى عقد طويل مش قصير عشان يبقى ظاهر وباين. وبعدين هنهي بزردة مع القفل، والناحية التانية برضو هنهيها بنفس الشكل زي ما قلت لكم. انا ممكن اغير القفل شوية لان حاسة كبير طبعا. العقد بصراحة كنت ما عنديش دلاية عشان كده كنت مأجلاه شوية،
لكن حبيت اعمله بالشكل ده معاكم. هاجي كده هقفل الناحية التانية، هكمل برضو بنفس المقاس تقريبا 14 سنتي زي ما قلت لكم سلسلة، ده غير ال5 سنتي اللي هو باقي كل عقد. يعني انا غيرت في مقاسات العقد نفسه من تحت الاحجار وبعدين كملتهم بنفس المسافة سلسلة 5 سنتي كده، وفي الاخر خالص ركبت 14 سنتي وهنهي بزردة كبيرة عشان القفل بتاعي مش هيظهر غير في اللبس، الاعقاد الكبيرة دي متبقاش ظاهرة كويس في الفيديو بتاع الورشة، عايز يتحط على رقبة او يتلبس. بصوا هيبقى بالشكل ده اهو كده، هيبقى ده الطول الزيادة اللي بيبقى تحت الحجاب، وده هيبقى اللي ظاهر من العقد بتاعنا. عقد ادوار حلو جدا، الوانه حلو قوي. في برضو احجار باقية، يعني كده انا استخدمت تقريبا 3 اعقاد او 4 اعقاد كمان، لان العقد الصغير الاخضر كان تقريبا عقد الا ربع، يعني عقد ناقص منه شوية بسيطة. تمام كده هيبقى العقد بالشكل ده، يا رب يكون ظاهر ويكون باين. حبيت اقول لكم بشكل عملي كل سنة وانتوا في سعادة، كل سنة وانتوا في خير. نتقابل ان شاء الله السنة الجديدة في فيديوهات جديدة ورش جديدة، اتمنى لكم كل خير يا رب. لو الفيديو عجبكم يا ريت لايك للفيديو وشير للفيديو عشان اعيد على ناس كتير، واقول لكم كلكم كل سنة وانتم طيبين عشان القناة تستفاد والكل يستفاد. ما تنسونيش من دعواتكم، مع الف سلامة، السلام عليكم. يا رب اكون قدرت افيدكم، ولو عجبكم الفيديو ده يا ريت لايك وشير للفيديو واشتراك للقناة، وما تنسوش تفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد.